الجمال والطبيعة، البحر والمية الصافية، الحيوانات والتاريخ، سحر الجغرافيا وروعة التراث، ده ببساطة موجود في مدينة ماليندي الكينية، أجمل مدينة ساحلية في أفريقيا. زرتها بنفسي وانبهرت من جمال اللي موجود اللي ملوش حدود. عشان كده أي حد حابب يقضي أجازة أو شهر عسل، ماليندي هتكون أفضل مكان تروحه في كينيا. ماليندي أحد المقاصد السياحية الشهيرة في شرق كينيا، بتقع على ساحل المحيط الهندي وبيقصدها بشكل كبير الإيطاليين، وده اللي خلى الأكل الإيطالي منتشر هناك. المدينة بتضم آثار تاريخية ومتنزهات وشواطئ ومحميات طبيعية، كمان بتعد منتجع هام كونها منطقة ساحلية مزدهرة. ماليندي اتأسست في القرن الـ14 وبتعد أكبر مركز حضري في مقاطعة كليفي الكينية. ورغم وجود الصيد في المدينة كنشاط تجاري فضلاً عن تجارة جلود وأصواف الحيوانات المتوحشة، إلا أن عائدات السياحة هي المورد الأهم لسكان المدينة. وماليندي معروفة بالعمارة السواحلية وعدة معالم تاريخية، فضلاً عن وجود متنزه وطني بحري بالإضافة إلى عدد من الشواطئ الرائعة. مش كده وبس، أزقة ماليندي من المعالم المميزة هناك، خاصة في البلدة القديمة. والمدينة معروفة بأنها وجهة الإيطاليين الأولى في إفريقيا، بيستقر بها أعداد كبيرة منهم. في المدينة توجد أيضاً محمية واتامو اللي تأسست عام 1968 من قبل الحكومة، واللي بتعد جزء من المناطق المحمية اللي بتعترف بها الأمم المتحدة والمدرجة على قائمة التراث العالمي. المحمية دي بتتصنف كواحدة من أهم المحميات في العالم، لما تضمه من أسماك قرش وحيتان وغيرها. وهناك من يعدها أروع الشواطئ في شرق إفريقيا بسبب وجود بحيرة المنجروف والشعاب المرجانية البديعة وآخر بقايا الغابة الساحلية الأصلية. ومن المعالم المهمة هناك واللي بيعد أشهر معالم المكان، عمود ضخم بمثابة نصب تذكاري أقامه المكتشف البرتغالي فاسكو دي جاما، واللي زار البلد في عام 1498. العمود ده يقع على شاطئ المدينة ولا يزال حتى الآن معلماً بارزاً يقصده السياح من كل مكان. مش كده وبس، بل هناك دعوات دولية للمحافظة على هذا النصب والاعتناء به أكثر مما هو قائم. تتصل ماليندي ببقية مدن ومناطق كينيا عن طريق مطارها المحلي وبالطريق السريع اللي بيربط بين مومباسا ولامو. وفي شمال ماليندي بيجري نهر ساباكي اللي بيبعد عنها بحوالي 5 كيلومتر، وبيصل طوله إلى 390 كيلومتر، مما يجعله أطول أنهار كينيا بعد نهر تانا.